أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع الملف الأول. وردت حرية التعبير في الدساتير العراقية منذ عام 1925، وهو تاريخ أول دستور عراقي، والذي سمي بالقانون الأساسي العراقي لعام 1925. فقد أشار هذا الدستور في الباب الأول المسمى حقوق الشعب في مادته 12 بأن للعراقيين حرية إبداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام إليها ضمن حدود القانون. وتتزايد حدة التضييق على حرية التعبير في العراق من خلال استغلال السلطة بفرض قرارات غير مسبوقة تضع المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية للمواطنين تحت الرقابة وتحت الوصاية، وضمن سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية والميليشيات، حيث عاقب محافظ النجف ومدير صحة المحافظة 3 موظفين منتسبين لدائرة صحة النجف بسبب نشرهم على صفحاتهم الخاصة على فيسبوك وانتقادهم لمحافظ النجف. أمر بنقلهم من أماكن عملهم وإلى أماكن بعيدة عن سكناهم كعقوبة لهم بعد انتقادات للمحافظ كما أشرنا على فيسبوك. دعونا نتابع صور الأمر الإداري لنقل الموظفين في محافظة النجف مع عقوبة التوبيخ بحق الموظفين. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. جاء في هذا الكتاب، كتاب أمر إداري، استنادا للصلاحية المخولة لنا وبناء على الأمر الإداري المرقم 4243 في السادس من الشهر الثالث 2022، وحصول المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 143 في 4/7/2022، تقرر أولا فرض عقوبة توبيخ بحق المهندس الفني مرتضى قاسم هاتف عمران الرباعي الموظف في مستشفى النجف التعليمي، استنادا إلى المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 للسنة 91 المعدل، بسبب توجيه إساءة للسيد محافظ النجف الأشرف ووصفه بأسوأ محافظ تولى محافظة النجف مخالفا للقواعد أو لقواعد السلوك الوظيفي وبقصد إشاعة الفوضى في المحافظة وتحريك الرأي العام. ثانيا، نقل المهندس الفني مرتضى قاسم هاتف عمران الربيعي من مستشفى النجف التعليمي إلى مستشفى الحرية الدكتور أحمد عباس طاهر الأسدي المدير العام وكالة. هذا الأمر الإداري الذي صدر من دائرة صحة محافظة النجف. أمر إداري آخر، وهو بخصوص الشخص علي عظيم كاظم غزاي. يعني الأمر الإداري جاء فيه استنادا للصلاحية المخولة لنا وبناء على الأمر الإداري المرقم 4243 في نفس التاريخ، أولا توجيه عقوبة توبيخ إلى المهندس الفني علي عظيم كاظم غزاي الموظف في مستشفى النجف التعليمي، استنادا إلى المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91 المعدل، بسبب إطلاق وكلمات سيئة وبذيئة بحق السيد محافظ النجف الأشرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعدم احترام مسؤوله الأعلى ومخالفا لقواعد السلوك الوظيفي. ثانيا، نقل المهندس الفني علي عظيم كاظم غزاي من مستشفى النجف التعليمي إلى مستشفى ناحية القادسية، وكذلك بتوقيع الدكتور أحمد عباس طاهر الأسدي المدير العام وكالة. هذا كذلك من دائرة صحة النجف للشؤون القانونية. طبعا نظم عدد من الناشطين وموظفي الصحة وقفة احتجاجية أمام دائرة صحة النجف لاستنكار سياسة تكميم الأفواه
واستنكارا لنقل موظفي الصحة الثلاثة بعد منشوراتهم التي تنتقد أداء محافظ النجف. دعونا نتابع جانبا من الوقفة لبعض منتسبي الكوادر الطبية والصحية والناشطين والمحتجين أمام دائرة صحة النجف من أجل رفض سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي التي ينتهجها مدير صحة النجف ومحافظ النجف بحسب هذه التظاهرات. هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، كلا للدكتاتورية وكلا لتكميم الأفواه، هذه أبرز الشعارات. التعبير عن الرأي حق، كفله الدستور العراقي، كما يرفع هذا ضمن الكوادر الطبية. كلا لتكميم الأفواه، مواطن عراقي من النجف يرفع هذا الهتاف المكتوب، ونعم لحرية التعبير. طبعا ناشطون وعراقيون من محافظة النجف طالبوا وسائل الإعلام والقنوات العراقية بنشر هذا الموضوع، وكما عودتكم الرافدين بنقل صورة الشارع العراقي ونقل الأحداث على الساحة العراقية. سلطنا على هذا الملف في بداية هذه الحلقة. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. من التعليقات التي انتشرت كانت تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع. أكرم الياسري علق وقال: إجراء صحيح، يقصد التظاهرات، وراح ينحسب إلى إحساب هذا الرفض. يقول: الإجراءات، لأن إذا يستمر العمل بدون استنكار ورفض قد ينجبر الكل على غلق صفحاتهم. أما حسن العراقي فقال: السكوت على الظلم، يعني تشجيعه على مضاعفة ذلك الظلم بحق الآخرين. أحمد العمري قال: حرية التعبير والرأي مكفولة دستوريا، ومن المعيب من يدعون تطبيق الدستور أن يخالفوه لمصالحهم الشخصية. حيدر صاحب الخفاجي يقول: العقوبات الانضباطية تفرض على الموظف عند التقصير في عمله وليس عند الانتقاد في فيسبوك للوضع المخزي للمحافظة من ماء وبلدية وكهرباء. نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع وملفات أخرى سوف نتحدث عنها تباعا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صوتكم. معنا اتصال أم أحمد من النجف. تفضلي أم أحمد، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليكم. الله يسلمك. أولا كل يوم أعتقد أكو كتاب صدر هم أضاف إلى هذه التنقلات، تقييد النت والإنترنت على مستوى محافظة النجف. أقول للماجد الوائلي وغير ماجد الوائلي واللي يشتغل عنده ماجد الوائلي وأمثالهم، إذا ما انتقدوكم على النت، ليش أنتم ما تدرون العالم جاي يكسب بيكم بالشوارع؟ ما تعرفون إذا نفعت سيارة وأجرة وينفتح الموضوع عنك وعن غيرك، مسبتك ومسبت غيرك واللي تشتغل عنده ومن أعلاكم ولا أدناكم، وكلكم أنتم ناس مكدنية. فيعني إن سويتها أو ما سويتها، إذا خدعت نفسك فترى الكرسي دوار، ضحاك أستاذ عمار، الكرسي دوار، يعني هي مجرد إذا واحد يريد يتخيله قاعد شخص عليه ترد على من باب المسحة لو تدوره ويريد يقوم الشخص من عنده يرجع لك فارغ. نعم. فالله سبحانه وتعالى من يذكر بالقرآن الأقوام، كل قوم يذكرهم في آية يوصف القوم اللي سبقهم كانوا أشد قوة وآثار على الأرض وخلاهم أثر من بعد عين، منها قام وحصيد. نعم. مو أكو قام وأكو حصيد. فمنو أنت يا ماجد الوائل وغير ماجد الوائل؟ بعدين البني آدم إذا هو يعرف عارة تكرمون به. الأولاد لو إذا يريد يحفظ ماي وجهه وعذروني أحكي بالطريقة البسيطة، وهي هاي الطريقة اللي المفروض نحكي بها. لا أنتقي كلماتي ولا هذه. أنت إذا عارك بيك وكل الزين تعرفون عاركم بيكم، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق إنسان غافل، إلا أنت وأمثالك تستبهمون أنفسكم كالأنعام، بل أنتم أضل سبيل. فالأولى إلك تريد تحفظ ماي وجهك وعارك، استقبل النقد. نعم. ليش هو هذا التساؤل أم أحمد، ليش يخافون من النقد؟ والله يا أستاذ عمر، ثق بالله العلي العظيم، هم أوثق الناس. اليوم إذا راد يصير فشيء والله استحلهم بالشوارع أهون ما يكون. وكل الزين هم يعرفون أهل النجف قاطبة، إلا القلة القليلة، الشرذمة القليلة، كل الزين يعرفون مسبتهم
شوربه الماء اصعب من عندها، هيك خلحت لكم اياها. فانت علما يعني هيك فد ما انت قبحت نفسك بنفسك هسه، انت ثبتت عليك العار، انت مو مسؤول، مو تدعون الاصلاح، مو تدعون هلكتونا وهلكت عقولنا وهلكت ادمغتنا حتى الاصلاح. وقال الاصلاح وصور منين ما تتجه، ماكو لا الله ولا محمد ولا غيره، صورة مقتدى، صورة مقتدى، صورة انصار مقتدى، صورة عبد العزيز الحكيم، مثل هلكنا من عندكم، الله يلعبكم دنيا واخره. يعني ما تعقلون ما تدركون، مو كاي الاباطرة الاكبر من عندكم واللي انتم ما يخلوكم دود يسحبوهم، وينهم؟ وينهم؟ وذا حكوا؟ يعني احنا هسه عن طريق عملنا استاذ عمر من شلنا نطلع؟ احنا محتكين بمجتمعات، مش طالع حتى محافظات، مش طالع حتى ويا جماعه اهل الشمال، اقصد الشغل الرسمي مو شغل احزاب هالقدارة هذه. نعم. يا ما تعرضنا للانتقادات، يا ما تعرضنا وانت حتى خالي بنت اللي غيرك هو مخرب، من تجي انت تصير انتقادات بوجهي يا ما سمعت حكي. بالله نعم. الكريم احتويها للناس، اقول للناس اصحاب حوائج. وما يعرفوك انت غلط صح، ما يعرفوك، تنقل لهم الصوره قدر امكانك. ولحد الان العلاقات الطيبه اللطيفه، العلاقات الحلوه. نعم. يعني انت قاعد على الكرسي ما جاي اكتم، يعني انت قاعد في الكرسي تفرط على رقبتي. اعتردني حتى من الدروس على رقبتي، ما اقول لك انت مو خوش عزمي، وين صايره هذه؟ نعم. راعيك ابو الاصلاح اللي متونا موتونا ولكتونا حتى الاصلاح، وقال الاصلاح مو انتوا المصيبه، هم اللي يصفقوا لهم استاذ عمر. نعم. المصيبه هو الاجرب اللي يصفق لهم، لا تربط الجرباء حول صحيحه. إلا وين تلقى الناس اللي عندها غيره اللي تدور ورا دم شهيد، ورا جريح، ورا معاق؟ هاي العشائر اللي تطلع مسوي لها اجتماعات شيوخ العشائر، والله ما يسوون فصولات على المخدرات، ليش ماكو ناس راحت بالباطل بالمخدرات؟ مو تشوف بلدك وين هالكو وين ودوه؟ وانت بالحضيض صرت، انت قاعد تاخذ لي اجتماعات وقاعد حاط ايدك بايد المالك ومقتدى وغير مقتدى وتخاف من الفتنه. أنت رب الفتنة عايش فيها. نعم، أنا أشكرك أم أحمد من النجف، كانت معنا أبو زينب من النجف. أبو زينب، ما حدث اليوم بالنجف ونقل موظفين بسبب منشور على الفيسبوك، إذا المسؤول يخوف منشور على الفيسبوك، وين لعد حرية التعبير والديمقراطية؟ ما أعرف أقول الموضوع شنو؟ الموضوع أكو ثلاث موظفين بصحة النجف، محافظة النجف، انتقدوا المحافظ على أداء شغله وتم معاقبتهم ونقلهم الى اماكن ثانيه. يتوقف على هذول لانه يعني صحيح. بينما ابن المحافظ السابق اللي دخل طبق للنجف، دخل مليار حبه كريستال وارتين بجرد قلم يطلعوه من السجن هو واثنين وياه، ابن عمته وصديقه، وهو ماخذ مؤبد، يعني حكمه مؤبد وحسب القانون، وما صرح به المرحوم الخبير القانوني الكبير الاستاذ طارق حارب، قال حتى لو تم بعفو خاص من رئاسه الجمهوريه او اي جهه اخرى. نعم. يقول يجب في السجن ما لا يقل عن منتصف المدة وهي 15 سنة. وين صار القانون؟ هذا ما مقبول. الله على كم مليون سواء رئيس الجمهورية ومرء لوجه الله. ثانيا هذول يعني أي موظف يحكي بشغلة حقيقية أو يطالب بشكل حقيقي بتطبيق القانون صيانة للمجتمع، يأذوه يا أما يقتلوه يا أما ينقلوه يا أما يلقون تهمة. فهذا أنه احنا يثبت أنه ما عندنا دولة قانون مثل ما يدعون، وإنما هي دولة أحزاب وميليشيات، دولة عصابات. هو دولة يحكي لك يقول لك احنا ضد السلاح المنفلت وضد الميليشيات والتحزب، وهم اول الناس اللي عندهم ميليشيات وعندهم سلاح منفلت وقحل القصب بعباد الله. نعم. هسه لحد الان هذا على مود تمشي امور العالم، عطلي لك الناس الموازنه والتعيينات والصرف والمشاريع. صار 10 11 شهر من 12 شهر من جرس الانتخابات. نعم. والله شنو هاي حكومة تصريف أعمال؟
انتم تستقطعون رواتب الموظفين وهذا ما يجوز قانونا، تتخذون قرارات وكذا لتأذي المجتمع. ما تقول حكومه تصريف اعمال، لكن اي عمليه اي قرار بصالح المجتمع. نعم. بصالح اي فرد من افراد المجتمع وخاصه الموظفين. لا يقول لك مو الموازنه ما مقرره، يا بريك ما مقرره. يقول لك مو حكومه تصريف اعمال ليش تتخذ اي قرار. طيب الموازنه هي المفروض مال 22 تقر في 1/10/2021. ليش ما اقررتوها؟ وليش تحسبون والنفط وصل 118 120 130 دولار للبرميل وزادت كميه الانتاج اليومي؟ نعم ابو زينب. ليش تحسبون لحد الان؟ هذا اللعين عميل الموساد، هذا علي عبد الامير علاوي وزير ما يسمى جزافا بوزير الماليه. اولا صعد لك سعر صرف الدولار وقلل سعر صرف الدينار، يعني قلت القدره الشرائيه وطيح حظ الاقتصاد في المجتمع العراقي. ثانيا ربطها بصندوق النقد الدولي. نعم انا اشكرك. يعني ينزل السعر نعم الا القدره القادر. انا اشكرك ابو زينب بن النجف، كان معنا اتصال حسن من الناصرية. مرحبا بك معنا حسن تسمعني؟ حسن من الناصرية. يبدو أننا فقدنا اتصال مع حسن من الناصرية. نذهب إلى الملف الثاني لحلقة هذا اليوم. قبل أيام أكدت لجنة الزراعة النيابية بأن الاحتلال الأمريكي كان وراء محاولات تدمير الزراعة في البلاد، فضلا عن قيام بعض دول الجوار باستهداف ملف المياه من أجل القضاء على الزراعة وجعل العراق بلدا مستوردا غير منتج. وقالت اللجنة بأن الاحتلال الأمريكي ضرب كل مفاصل التنمية في العراق ومن بينها الزراعة، على الرغم من أن الشعب يعيش بنسبة 65% على هذا القطاع بحسب اللجنة. كما أكدت لجنة الزراعة النيابية بأن الزراعة في العراق أطلق عليها رصاصة الرحمة منذ عام 2003 من خلال تدمير مقوماتها. وقال عضو لجنة الزراعة النيابية ثامر مخيف بأن الزراعة الناجحة تعتمد على الأرض الخصبة والمياه والآلات الزراعية الحديثة والأسمدة، وأن هذه المقومات ضربت في العراق وبعناية. وفي مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، أكد مزارعون من محافظة المثنى بأنه يتم محاربتهم من خلال منعهم من حفر الآبار وعدم منحهم إجازة لحفرها، وقالوا هذا قتل للزراعة والثروة الحيوانية. فلنتابع. مشكلتنا يقول عنده بيرين ما يجوز، عنده بير وما يبيه إجازة ما يجوز، يعني هذا شنو؟ إطفاء للزراعة بحافظة المثنى، ولو انطفت الزراعة تنطفى الثروة الحيوانية. واللي نشوفه احنا ونلاحظه بالدولة اليوم، مسؤولين الدولة كلهم تجاريين وفلاحين، كلهم فلاحين يجيبون الحنطة من الخارج ومسجلين الانتاج الوطني، يجيبون الطماطم من الخارج ومسجلين الفلاح اللي يزرع طماطم، يجيبون الثروة الحيوانية من الخارج ومطفين الثروة الحيوانية. والله لو تطلع انت وياي هسه وتشوف، والله اللي تمشي على حالة الناس اللي عندها الثروة الحيوانية العراقية اللي كانت مشرفة، كل دول العالم تتمنى يحصله طلي من العراق يستثمره ببيته ولعائلته. يا اخي ما يجوز، يا حكومتنا يا ناسنا، بلدنا نعتبره احنا المواطنين البسطاء مغازي استعمار مباشر عن طريق الحكومه العراقيه. شو مطالبكم اليوم؟ مطالبنا قاتل هذا المدير والمعاون جالع يعرقلون معاملات الفلاحين ومتعبين الناس. ماكو استثمار، وماكو استثمار نلغي الاستثمار، نلغي الاستثمار بالعراق. ومن تفاعل الجمهور العراقي حول معاناة الفلاح وأوضاع الزراعة في العراق، منهم من علق وقال على منصة فيسبوك من خلال تعليقات على هذا الفيديو، أبو محمد الفرجي قال: والله يا عمي ما دام وصلت لهذه المرحلة واتضحت مقاصدهم بإنهاء منتجات البلد لأجل مصالح البلدان، يقول إلزم مقوارك وقعد على البير يا ابن ثورة العشرين. أما أبو حيدر العراقي فقال: هو من المستفيد الحقيقي من محاربة الزراعة والمستفاد من الاستيراد؟ يقول: واضح وضوح الشمس. أياد كامل آل عقلة يقول: بس أريد أعرف
هاي الدوائر ومخلين بها موظفين ومخصصات وتصرف رواتب شهريا، شنو فائدتها وشنو اللي قدموه للفلاحين إذا أبسط حقوقهم ما موفري لهم إياه؟ أما علي فقال هذا أول مخطط خارجي لإنهاء البلد وتجويع الشعب. طبعا يعني الزراعة في العراق لا تخفى على أحد، ومن خلال برنامج صوتكم ومن خلال البرامج الأخرى ونشرات الإخبارية هنا في قناة الرافدين وعرض الكثير من التقارير الدولية والمحلية التي تؤكد بتراجع الزراعة وخطورة انحسار الأراضي الصالحة للزراعة في العراق ومعاناة الفلاح العراقي، ومما ذكرناه قبل قليل من تصريحات لمسؤولين في اللجان البرلمانية، إن كان لجنة الزراعة النيابية التي تحدثت عن أوضاع الزراعة في العراق، أو قبل أيام ما تحدثنا به من تقرير للأمم المتحدة الذي يؤكد انحسار الأراضي الزراعية في العراق بسبب جفاف الأنهار وبسبب التغيرات المناخية وقلة الدعم الحكومي على مدى 20 عاما. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. مرحبا بك معنا أبو عمر. أبو عمر، يعني تزداد معاناة الفلاح العراقي في ظل انحسار الأراضي الزراعية، من أسباب هذا الانحسار هو جفاف الأنهار، عدم توفير خطط حقيقية من قبل الحكومات المتعاقبة لانتشال العراق. العراق اليوم أصبح سوقا للمنتجات القادمة من الخارج. رأيك بهذا الموضوع؟ تحياتي لك أستاذ عمر. أهلاً وسهلاً بك وأستاذ المشاهدين الكرام. يا هلا بك. أهلاً وسهلاً أستاذ عمر. إحنا الزراعة نعرف إحنا صح إنه بلد نفطي إحنا، وأيضاً مع كل الأمور إحنا بلد زراعي. قبل 2003 كانت عندنا الزراعة يعني شكل مورد مهم للفلاحين وجميع أفراد كل عراقي، يعني من عدة أراضي زراعية ومن عدة بساتين شكلها في محافظات ديالى وكافة محافظاتنا إذا كانت النجف. كل هاي الأمور شكل أكثر من 47,000 دونم على سطح الأرض العراقية. فكانت هاي الأمور عندنا نعرف إحنا زراعة الشرب وين تكون، زراعة التمور، زراعة النخيل، الحمضيات، هذه كلها كانت من أيدي العاملة تشغل العراقيين ايضا، ونفس الوقت تصدر بها هاي المواد الخضر للخارج. كانت الزراعه عندنا مهمه، كانت حكوماتنا السابقه تدعم الفلاح، تدعم رش المبيدات وتوفير المياه وتوفير كل هاي الامور من اجل نشاط هذه الزراعه ومن اجل نمو البلد، لانه البلد الايدي العامله فيهم الناس يعني مدنيين وليس تابعين لأي جهة ولا حكومة ولا أحزاب. هاي الناس الأبرياء اللي وقفوا لحد الآن وقفت الزراعة عندهم، جفت الأنهار وقالت عليهم يعني نقدر نقول المدة، بحيث أن الحكومة أو وزارة الزراعة لم تلتفت لهذه الأمور اللي تنمو البلد وتعيد زراعته وتعيد نشاطه وتعيد يعني كل ما فقده من 2003 ولحد الان. انه الحكومات هذه متعاقبه استاذ عمر، يعني متقصده على تدمير الزراعه ومن اجل استفاده الدول الجوار كايران وباقي الدول، يعني على مود يستفادون. هذه الامور يعني تاتي لمصلحه الحكومه العراقيه واحزاب السلطه. اما المواطن العراقي الفلاح وكافه يعني يعني ناس وعنا اللي يعيشون معاناه هاي الحكومه واللي سببها دماره مثل اكثر من 13 انهر من ايران الى محافظات نيالا جفت ووقفت. زين ابو يعني ابو عمر، يعني يومية تقريبا تطلع تصريحات. اذا تحدثنا على موضوع الزراعة، لجنة الزراعة النيابية صرحت ب يعني تدهور الزراعة، وزارة الزراعة تتحدث عن تقارير على انحسار الأراضي الزراعية بسبب تغير المناخ وبسبب جفاف الأنهار، يعني تصريحات ولكن لا توجد حلول فعلية، لا يوجد دعم حقيقي للفلاح في العراق. يعني نشاهد مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي لفلاحين يرمون ب الفواكه والخضروات في الشارع بسبب عدم فتح مثلا الحدود بين المحافظات حتى يستطيع مثلا
ابن الجنوب حتى يقدر يصدرها إلى بغداد أو المحافظات الأخرى، مثل ما سمعنا قبل قليل بأنه أحد الفلاحين يقول لك إحنا نريد نسوي بير. زين، ما فائدة هذه التصريحات التي تؤكد بواقع الحال بتراجع الزراعة وخطورة يعني انحسار الأراضي الزراعية في العراق، وفي نفس الوقت لا يوجد دعم حقيقي للفلاح في العراق؟ شلون نفهم هذا الموضوع؟ استاذ عمر، يعني احنا قلت لك بدايه الامر الزراعه يعني عندنا شكل يعني مورد كبير للشعب العراقي. يعني احنا عندنا زراعه ارض خصبه وارض صالحه للزراعه، وكل اللي يعني الخضره اللي فيها طيبه، ويعني كل العالم يحب يعني الزراعه العراقيه. يعني احنا ما فكيف نفهم هذه التصريحات؟ كيف نفهم هذا التناقض؟ تصريحات تؤكد خطورة الواقع الزراعي في العراق، ولكن في نفس الوقت هناك يعني وزارة مثل وزارة الزراعة أو وزارة الموارد المائية، ولكن ليس هناك حلول على مدى سنوات. أستاذ، هي طول السنوات اللي هاي قاعدة بنعيش بها، وزارة الزراعة أو التصريحات اللي يدعون بها، هذه كلها تصريحات كاذبة، ولم يعني يجد من عندها الفلاح، ولم يجد ايضا المواطن العراقي، ولم نجد في الاسواق الخضر العراقيه، وكل هاي الامور كلها نجد استيراد يعني من تركيا او من ايران او باقي الدول. يعني الزراعه العراقيه دمرت بسبب هذه المسؤولين وقياداتهم الفاشله. نعم، انا يعني اشكرك ابو عمر من بغداد، كان معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. منذ أشهر تشهد بعض المحافظات العراقية أزمة بتوفير الوقود للسيارات، وعلى الرغم من محاولة بعض المسؤولين نفي حدوث أزمة في الوقود أو التخفيف منها، إلا أن لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب كشفت النقابة حول حقيقة ما يحدث، وأقرت بوجود أزمة بنزين ناتجة عن زيادة الطلب وقلة عدد المحطات والإنتاج المحلي، وهناك تصريحات تؤكد بتهريب هذا الوقود. وقال عضو اللجنة صباح صبحي في تصريح صحفي الشهر الماضي بأن لجنة النفط والغاز النيابية تتابع أزمة الوقود بالتواصل مع الكادر المتقدم في وزارة النفط ومدير عام شركة المنتجات النفطية من خلال تجهيز المحطات بمادة البنزين والمولدات الأهلية بمادة الغاز. وأوضح بأن هناك تقصيرا من وزارة النفط في عدد من القضايا، أهمها أزمة الوقود وعدم الاعتراف بالأزمة مشكلة بحد ذاته.
أو مشكلة بحد ذاتها، وشدد على ضرورة وضع آلية حقيقية لتوزيع المنتجات النفطية على المحافظات وعلى محطات الوقود. ومن مدينة الذهب الأسود التي تطفو على بحر من النفط الخام، والذي كان فقط مجموع إيرادات الدولة من تصدير النفط الشهر الماضي حزيران قد قدر بنحو 11 مليار دولار أمريكي، تعيش مدينة كركوك مركز محافظة التأمين بأزمة مشتقات نفطية منذ فترة. ومن المقاطع المصورة التي تبين أزمة الوقود في كركوك ما صوره أحد المواطنين بهاتفه النقال، حيث يظهر طابور السيارات منتظرا قرب إحدى محطات التعبئة للحصول على مادة الجاز. فلنتابع هذا المقطع من كركوك. بس رجع ظلام سمسنده سيدان ليش ولا واسطه اخوغه يعني كما شاهدنا يعني طوابير طويله للسيارات تقف بالانتظار للحصول على مادة الغاز. وحول أزمة الوقود علق الكثير من العراقيين، ومنهم من قال كعثمان قال تعالوا شوف الموصل بعد أتعس، وهي كلها حصص رسمية من الدولة ويقول ماكو. البير يوسف يقول إذا كانت القيادة أغلبهم من الأحزاب والسياسيين الخونة كما وصفهم والفاسدين والذيول فهذا حال البلد. أما علي فقال ما تنحل المشاكل بالبلد إلى أبد الآبدين، ما طول البلد متروس أحزاب عميلة وميليشيات وعصابات. إيناس قالت صار لهم 3 أيام على هذا الحال ويباتون بعضهم بنص الشارع يم سياراتهم. معنا من كركوك أبو أسامة، مرحبا بك معنا أبو أسامة. أسامة من كركوك، أخي أسامة عرضنا مقطع يبين أزمة الوقود في كركوك مركز محافظة التأميم، لو تطلعنا أكثر على هذا الموضوع، ليش أكو أزمة بكركوك وبعض المحافظات العراقية؟ خلينا نتحدث بكركوك أم النفط، بيها أزمة وقود ومو جديدة، هاي صار لها فترة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أشكركم وأشكر الناس والقائمين عليها. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك. بالنسبة للمحطات احنا الآن جايين من الغاز. نعم. الله وكيل صار يومين قبل سنة ما حصلنا غاز. ذكر الغاز بالسوق السوداء وصل 1000 دينار. يعني لازم مفتاح عليه. العنده والعنده معارف واحد بالاحزاب يطبيه يفولي طول ما عنده غاز قبل سنة. صار لنا يومين قبل سنة. شنو السبب؟ شنو اللي تسمعوه؟ ما نعرف شنو السبب أستاذي. ما نعرفين السبب. يعني أستاذ تروح تشتري غاز من الشارع يسجنونك ما يخلونك، يقول أنت شخصي. في الوقت اللي يومية تعبر 30 و40 صهريج هي السبب مبين السبب، لأن جاي تتهرب. المشتقات النفط كلها جاعت تتهرب. لا زادت السيارات ولا زادت الآليات اللي تشتغل على الغاز. السبب أنه جاي تهرب الغاز. نعم. سمعني يا أخي محمد. أسمعك عمر وياك. نعم هناك تصريحات تتحدث عن تهريب الوقود خارج العراق. زين برأيك وين حرس الحدود، وين الداخلية، وين الدولة عن هذا الموضوع الحكومة؟ أستاذ عمر هو هسه احنا
اذا تروح تشتري خذ جريكان غاز يسجنونك يقول لك ننتقل تشتغل له ثاني، بينما هو طالع يشتري يحط له عليك. هو اللي يوميا تعبر 30 40 سهري يوميا طبعا تكرر، هذا ما حاجه حاصله لان يعني وراها شيطان كبار. ومثل ما هو العراق الان غارق بالفساد، يعني كل دوله دول تلقى فساد، بالنفط فساد، بالتعليم فساد، بالزراعه فساد، فشلون ما تصير ازمه استاذ عمر؟ نعم نعم الله عليك، أشكركم على هذا البرنامج. أنا أشكرك أخي أسامة من كركوك كان معنا. نذهب إلى ملف آخر، نتجه إلى البصرة. في سبتمبر من العام الماضي 2021 تحدث مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، تحدث عن الأوضاع الصحية في المحافظة قائلا بأن وزارة الصحة تتعمد إخفاء أعداد المصابين بالسرطان في البصرة منذ سنوات، كما أن دائرة صحة البصرة لا تتعاون مع الإعلام ولا معنا كمفوضية في هذا الجانب. يقول لا نعرف الأسباب، لكن يبدو بأن الأسباب سياسية ومرتبطة بالشركات العاملة بمجالات النفط والطاقة التي تستفيد منها الحكومة، مع العلم بأن البصرة تشهد كارثة حقيقية. وعن الأرقام وما تتواصل إليه أو ما تتوصل إليه المفوضية، أكد التميمي بأن الأعوام 2016 و17 كانت البصرة تسجل خلالها نحو 600 حالة إصابة بالسرطان شهريا، لكن في عام 2019 سجلت البصرة نحو 800 إصابة بالشهر الواحد، وتوقع أن تصل أعداد المصابين بالسرطان في المحافظة إلى 1500 حالة شهريا حتى عام 2025. وكما تحدث مدير دائرة البيئة في جنوب العراق وليد حميد بأن إحصائيات وزارة الصحة أوضحت تسجيل 2000 حالة إصابة بالسرطان سنويا بسبب الشعلات النفطية التي تطلق أو التي تطلق غازات سامة في الهواء. وأشار حميد إلى أن الغازات السامة المستخرجة تؤدي إلى إصابات مباشرة بسرطان الرئة وأنواع أخرى من هذا المرض الخطير، مشددا على ضرورة التزام الشركات النفطية المستخرجة بالمنظومات والضوابط البيئية والصحية المعتمدة ومراعاة المعايير الصحية من أجل السيطرة على انتشار الأمراض. وقد حمل مرصد أفاد الحقوقي في العراق السلطات في بغداد مسؤولية قرارها السابق بمنع المسؤولين المحليين في القطاعين الصحي والبيئي في محافظة البصرة من التصريح أو الكشف عن الأرقام المتصاعدة والمخيفة لمرضى السرطان في المحافظة، وخاصة بين الأطفال والنساء، سرطان الثدي والرحم والدم. وتحدث ناشط عراقي من البصرة حول تلوث سماء البصرة بالغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط، والتي تتسبب بأمراض كبيرة وسرطانات لأهالي هذه المدينة التي لم تستفد من هذه الثروة سوى بالأمراض وتصارع الأحزاب الفاسدة عليها بحسب قوله. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة البصرة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، من هنا الرميلة ومن هنا البرجسية. مثل ما تشاهدون أعزائي المشاهدين، دخان استخراج الغاز مال النفط باتجاه مركز مدينة البصرة. أعزائي المشاهدين، للسيد وزير النفط إحسان عبد الجبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فكرت خلصنا من هذا الدخان مال الغاز إلى أين في البصرة؟ لا زال ارتفاع في الأمراض السرطانية وسط البصرة، وقسما بذات الله قسم الأورام وسط مستشفى التعليمي ما بمجال، وقسم مستشفى الطفل في البصرة ما بمجال أعزائي المشاهدين، بسبب دخان النفط اللي متوجه باتجاه مدينة البصرة. والبصرة مقبلة على سرطان بالكامل، يعني احسب حسابك يا مواطن يا بصري، من يصير عمرك 50 ويا 5 سنوات هدية من عندي أنا إليك، سرطان رسمي، سرطان رسمي. أن يشافي ويعافي المرضى وأن يبعد عن العراقيين هذا المرض الفتاك. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. عقيل يقول: البصرة دكان أم الخبز
هم متنعمين بالخارج والبصرة عليها الضيم والسرطان. يتحدث الأستاذ إبراهيم الجبوري يقول أهل البصرة يستاهلون كل خير، طيبين، مو دخان خطيتهم برقبة المسؤولين. أما عماد فقال كلش خطر على الصحة، بالأخص الغازات المنبعثة منها، رغم سميتها فهي قابلة للاحتراق. خالد الأمير يقول بارك الله بيك، كل بين واحد خسر أمه وأبوه بسبب هذا المرض أو الغضب اللي علينا. نعم، معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، ترتفع معدلات الأمراض السرطانية في العراق بينما تمنع الحكومة الجهات المختصة من التصريح بالأعداد الحقيقية لأعداد السرطانات إن كان في البصرة أو في الأماكن الأخرى. نتحدث بالأخص على محافظة البصرة، هناك حديث بأنه أمر متعمد حتى لا ينفتح ملف، لأن هذا الملف هو ملف ترتبط به الشركات الأجنبية المستخرجة للنفط في البصرة. رأيك؟ وعليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. دائما هو الضحية المواطن العراقي. فأهالي البصرة، شوف هاي خيرات البصرة من نفط وغاز وغيره ما متنعمين حقيقة بها كمحافظة، من المحافظ إلى مجلس محافظة إلى المسؤولين في محافظة البصرة، يعني ما عليهم أي دور، لا رقابي لا بيئة عندهم يتابعون شنو المتغيرات الأحداث اللي جاي يصير، الأضرار اللي جاي يصير من جراء استخراج النفط الأسود. هم همهم الوحيد أن يستخرجون نفط، قسم منا احنا نعرف يباع إلى ميزانية العراق، والقسم الآخر كله يهرب، كله تهريب. فهذا الضغط الموجود على أضرار وغيره، همهم الوحيد كحكومة مركزية وزير نفط أو حكومة محلية هو سرقة سرقة، ويضغطون على كل الآبار في سبيل. شوف قبل البصرة ما عانت من هذا الموضوع، والعراق من الدول الأولى بتصدير النفط، يعني حالها حال السعودية أو الخليج أو غيرها، ما صارت عندنا هاي الأحداث. لكن هاي الفترة السرقة المتعمدة واستخراج النفط بكميات كبيرة جدا وبطريقة غير صحيحة، انبعاث غازات كبيرة جدا مضرتها على المواطن، لا تطابق المعايير التي تحافظ على الإنسان وعلى البيئة. يعني الشركات لو لها رقيب ويحاسب الشركات الأجنبية يقول له أنت قد تستخرج، لازم يحافظ على البيئة، الأضرار، انبعاثات، أمور. نعم. ما يحسبون للمواطن، خل تقعد راس المواطن، لأن وزير النفط عائلته أكيد بأمريكا وبريطانيا، نور المالكي أكيد عائلته خارج العراق. أنا أشكرك صباح من بغداد وأعتذر منك على المقاطعة لضيق وقت البرنامج. نذهب إلى أنفوغرافيك أعزائي المشاهدين. القتل أو التهجير، خياران لا ثالث لهما أمام الكفاءات العراقية. أنفوغرافيك من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين. دعونا نتابع هذا الأنفوغرافيك. بعد عام 2003 بدأ العراق بخسارة العقول والكفاءات، خسارة استفادت منها الدول التي هاجرت إليها هذه العقول، ولطالما عرف العراق بإبداع أبنائه وتخريجه المتميزين على كافة الأصعدة. أكثر من 200,000 تدريسي وأستاذ جامعي فروا من العراق بحسب أكاديميين. وذكر تقرير نشره موقع إنسايد أرابيا الأمريكي أن منظمة الهجرة الدولية أجرت دراسة نتج عنها أن معظم الشباب في العراق يرغبون بالهجرة. التقرير قال أيضاً أن 60% من أطباء العراق الذين غادروا كانت هجرتهم بسبب المخاوف الأمنية، وإن نصف الأطباء داخل العراق يكافحون من أجل الهروب. سلطة الميليشيات وحكومة المحاصصة والفساد وغياب القانون تعد من أهم أسباب هجرة العقول. ناهيك عن الانفلات الأمني، ففي الشهر الماضي قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين برصاص أحد الطلاب. استهداف الكفاءات العراقية بقتلها أو إجبارها على الهروب بدأ منذ اللحظة الأولى للغزو الأمريكي للعراق. المنظمة الدولية للثقافة والتربية والعلوم اليونسكو كانت قد أكدت في تقرير لها عقب الاحتلال الأمريكي للعراق بأشهر قليلة أن 280 أستاذاً جامعياً تم اغتيالهم، وأن 1500 باحث وأكاديمي فروا من العراق. وعقب احتلال العراق بخمسة أعوام أكد تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر اغتيال أكثر من 5,000 عالم ومهندس عراقي، ناهيك عن اغتيال علماء الذرة. وفي عام 2020
كشفت وثيقة سرية مسربة من ويكيليكس قيام رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بتزويد الاحتلال الصهيوني وإيران بمعلومات أسهمت في اغتيال علماء وطيارين عراقيين. تداول ناشطون مقطعا مصورا لمحمد الشياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان، واصفين إياه بأنه كان يعمل بإشارة من رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي وأنه ظل نور المالكي وهو لعبة بيده. دعونا نتابع هذا المقطع الذي أعاده عراقيون وناشطون نشره على منصات التواصل الاجتماعي. قد غرد عراقيون تحت وسم مرفوض بأمر الشعب تعبيرا عن رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي محمد الشياع السوداني وأنه أحد أعضاء الأحزاب الفاسدة وبأنه تولى عدة مناصب سابقة لم يكن في وقتها أي إنجاز. ومن هذه التغريدات نقرأ على تويتر وتحت هذا الوسم: سيد صفاء العلوي قال تدوير النفايات السياسية مرفوض من قبل الشعب، كفاكم استخفافا بالعقول أيها اللصوص. محمد صادق العراقي يقول من يرشحه الإطار غير مؤتمن لأنه يعمل لصالح الأحزاب ودول الجوار، وهذا الرجال عليه ملفات فساد. يقول الجنابي يقول من حكم البلد بالفساد والتسلط والسرقات على مدى 20 عاما لا يمكن أن يحكم مرة أخرى. تغريدة تقول فيها نوران: كان محمد الشياع السوداني وزير الهجرة والمهجرين سنة 2005 ونص العراقيين هاجروا، سنة 2010 انتقل إلى وزارة حقوق الإنسان والعراقيين انذلوا، سنة 2014 انتقل إلى وزارة المالية واختفت موازنة العراق 140 مليار ويريد هسه يصير رئيس وزراء مرفوض بأمر الشعب. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.